في نظري القطاع الفلاحي المصنع الذي يحقق أرباح كبيرة جدا يجب أن يساهم في ميزانية الدولة، مع الأخذ بالاعتبار نقطتان: الأمن الغذائي للمواطنين، لا نعطي الأولوية لزراعات تستهلك كثير من الماء وتصدر إلى الخارج وتبقى أموالها أحيانا في الخارج، يجب أن نراعي الأمن الغذائي وأن نراعي أيضا التنافسية على الصعيد الدولي والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي تدعم فلاحتها. إذا كانت الاستثناءات الضريبية ستحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية فمرحبا بها، ولكن حسب ما علمت وحسب نقاشتي مع إخوان اقتصاديين خبراء فإن هناك استثناءات كثيرة استعملت لتزيد الغني غنى وتزيد الفقير فقرا، وكل ما سمعناه عن السكن الاجتماعي وهذا لم ينجح ولم يكن اجتماعيا سواء على مستوى قدرات الفقراء أو على مستوى جودة ذلك السكن. إذن فهذه الإعفاءات الضريبية يجب أن يعاد فيها النظر.